سوق موازنة الأسعار يؤكد استعداده لتوفير السلع الغذائية. ميناء البريغا النفطي يستقبل ناقلة نفط نيسوس سيرفوس. النشرة الاقتصادية من قناة ليبيا بانوراما، مرحبا بكم. قال مدير صندوق موازنة الأسعار جمال الشيباني إن الصندوق لم يستلم حتى الآن بشكل رسمي قرار رئاسي بشأن تسييل أي قيمة مالية لتوفير سلع غذائية، مؤكدا استعداد الصندوق لتوفير السلع. الشيباني أوضح أن العمل حول هذا الشأن يجب أن يكون وفق آلية وإجراءات واضحة، مشددا على ضرورة مخاطبة البلديات ومكاتب الاقتصاد لتجهيز قوائم للجمعيات بحسب الرقم الوطني. استلم مصرف ليبيا المركزي الأربعاء شحنة مالية جديدة عبر مطار معتيقة الدولي قادمة من بريطانيا، وقال المصرف إنه سيشرع في تسليم الشحنة إلى المصارف التجارية في كافة المدن دون استثناء. قال الناطق الإعلامي للمجلس المحلي سرت محمد الأميل إن هيئة التضامن الاجتماعي فرع المنطقة الوسطى سرت أحالت جميع مرتبات أصحاب المعاشات الأساسية عن شهر أكتوبر 2016 إلى المصارف. ولفت الأميل في تصريح لليبيا بانوراما الخميس إلى أن عدد المعاشات التي تمت إحالتها 6100 مرتب بقيمة 2,800,000 دينار ليبي، مضيفا أن الهيئة قامت أيضا بتوزيع 30 كرسيا متحركا على المقعقين النازحين بالمنطقة الغربية وبعض المساعدات على العجز والمسنين. يستقبل ميناء البريغا النفطي ناقلة النفط الخام نيسوس سيرفوس التي ترفع العلم اليوناني لتحميل شحنة نفطية. المكتب الإعلامي للميناء أوضح أن الناقلة ستشحن نحو 700,000 برميل، دون أن يوضح إلى أين ستتجه الناقلة بعد تحميل شحنتها. من جهة أخرى، يستقبل ميناء الزويتين النفطي الخميس ناقلة النفط مينيرفا إميما والتي ترفع العلم اليوناني، ومن المقرر أن تشحن الناقلة حمولتها التي تقدر ب700,000 برميل من النفط الخام وتتجه بها إلى إيطاليا. قال مصدر نفطي في ليبيا لوكالة رويترز الخميس إن إنتاج ليبيا من الخام زاد أكثر من 40,000 برميل يوميا ليصل إلى 567,000 برميل يوميا بعد إصلاح عطل في الكهرباء بحقلين نفطيين. وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد قالت إن الإنتاج تراجع 60,000 برميل يوميا إلى 523,000 برميل يوميا الأربعاء الماضي بسبب أعطال كهربائية في حقلي الواحة والدفة. طالب ديوان المحاسبة الجهات المسؤولة بضرورة العمل على فتح الحقول النفطية وتسهيل عمليات إنتاج ونقل النفط وتصديره لتوفير الموارد المالية اللازمة لإنقاذ الاقتصاد الوطني. الديوان اعتبر أن استمرار إغلاق الحقول والمرافق النفطية يشكل عائقا أمام الحلول والمشاكل القائمة، وأهمها مشكلة نقص السيولة النقدية والتضخم الغير المسبوق في الأسعار، ما يهدد مستقبل الدولة بعواقب وخيمة.
أكد مجلس الزوار البلدي دعمه للمشاريع الصخرة والمتوسطة لإتاحة فرص عمل جديدة تعزز الاقتصاد الليبي. جاء ذلك على خلفية افتتاح مصنع للبتروكيماويات ومشتقاتها الأربعاء في المدينة. المجلس ذكر أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه في المنطقة الغربية. انخفضت أسعار النفط العالمية في تعاملات الخميس، حيث سجل نفط برنت 49 دولارا و91 سنتا للبرميل حسب آخر بيانات البورصة العالمية، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى 47 دولارا و99 سنتا للبرميل. أعلنت الشركة العامة للكهرباء عزمها إجراء صيانة طارئة على الوحدة الغازية الخامسة في محطة توليد شمال بنغازي، ما سيضطرها لقطع التيار الكهربائي لست ساعات يوميا يومي الجمعة والسبت المقبلين في المدن الممتدة من بنغازي إلى طبرق. بحث وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق ميلاد معتوق مع وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات إيمان بن يونس عددا من القضايا والمشاريع المشتركة، وأبرزها فعالية الدورة المستندية وآليات الشراكة بين القطاع الخاص والعام وأمكانية الاستثمار في مجال النقل والإصلاح المؤسساتي. ويأتي هذا الاجتماع في إطار سعي وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات لتنفيذ مشروع الإدارة الإلكترونية كمرحلة أولى باعتماد التعامل الإلكتروني بين مؤسسات الدولة. أعلن المجلس البلدي أبو سليم أنه تم البدء في أعمال المرحلة الثالثة لاستكمال حل مختنقات مياه الأمطار بجزيرة الفحم بمحلة المشروع الزراعي، وذلك باستحداث خزان مياه أرضي بسعة 780 ألف لتر. وأضاف المجلس أن المياه المجتمعة في الخزان سيستمر ضخها عن طريق غرف صرف مياه الأمطار المستحدثة مؤخرا، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تأتي في إطار الجهود المتواصلة لتطوير البنية التحتية في المدينة والمحافظة على مصادر المياه. أعلن مركز الرقابة على الأغذية رفضه شحنتين تحملان سلعا غذائية بسبب مخالفتهما للمواصفات القياسية المعتمدة. وبحسب المكتب الإعلامي للمركز فأن الشحنة الأولى تحتوي على نحو 5000 كيس من حبوب القصب هندية المنشأ، وتم رفضها بسبب احتوائها على حشرات حية وميتة. أما الشحنة الثانية فتحتوي على نحو 2500 صندوق من معجون الطماطم إيطالية المنشأ، وتم رفضها لمخالفتها للمواصفات القياسية. طالبت نقابة صيادلة ليبيا أصحاب الصيدليات بمراجعة فروع النقابة من أجل إصدار ختم المسؤولية الطبية، وحددت النقابة نهاية ديسمبر المقبل كآخر موعد للحصول على الختم، مؤكدة في الوقت نفسه على حق المواطن القانوني في المطالبة بختم الوصفة الطبية أثناء صرف الدواء. إلى خبر آخر، حيث تمسكت أسعار الذهب الخميس مع تراجع الدولار قليلا عن أعلى مستوى له والذي سجله بفضل بيانات اقتصادية قوية، حيث سجل الذهب في المعاملات الفورية 10%. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة 10%، بينما انخفض البلاتين 2%. مشاهدينا الكرام، ختام الاقتصادية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. صندوق موازنة الأسعار يؤكد استعداده لتوفير السلع الغذائية. ميناء البريغا النفطي يستقبل ناقلة النفط نيسوس سيرفوس.
وصلنا إلى ختام الاقتصادية، يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر صفحتنا على فيسبوك قناة ليبيا بانوراما. أشكركم على طيب المتابعة وفي أمان الله.